يعطيكم العافية شباب، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. خلينا الصافو هون ضارب لقزة على غمق 20 متر، وكرت إن شاء الله ما تكون شرمت. قال لي حبة كبيرة، حبة 5 6 كيلو. هون ربط أول بارودة بالطفاف كرمال ما نضيع اللوكيشن، ونزل له ان شاء الله خير يا رب. يلا نشوف شو هاي عمرها. انا لازم ضل حطه طور الشخطورة ونقرب صوبه. جيب واحدة غيرها.